يبي يبي بالخلي يستانسون، يبي لهم شاركين فرحتهم. مشكورين يا جماعة، قواكم الله، فال لكم إن شاء الله، مشكورين. تفضلي تفضلي، حياة شمري، تفضلي. حجي حجي، أنت أكيد منحش من أحد. حجي غلطان، هذا مو بيتكم، أنت غلطان بالعنوان، غلطان بالبيت، هذا بيتنا مو فندق شهر عسل. أكيد هي اللي دازتكم علي، إي نعم، هي الوحيدة اللي ما تحب لي الوناسة والسعادة. صاير منو هذيلا؟ منو هذيلا؟ ما صار له الخير، عفا عليك، وهذيلا ناس حالهم حالنا. يا عفا عليك بس يا حياتم. ايش اسمها؟ حياتم. حجي اكيد اسمك سمير. اقول من هي اللي دازتنا عليك انت وهايت حجي سمير؟ تتغشمون تصورون روحكم ما تدرون، اكيد مرتي حصه زميلتكم دار المسنين هي اللي مطرشتكم علي. مسنين؟ اي نعم، هي مطرشتكم عشان تخربون العرس، لكن لا انت ولا حصه ولا اللي اكبر منكم، ما حد يقدر يخرب عرسي. نعم عرسي بيتم، يعني بيتم ما دام الكور يشم الهواء، ما حد يقدر يوقف بويه. نعم انا حر اسوي اللي ابي، وانتوا برا يلا خلصوني. يحق لك تطردنا من بيتنا، احنا انطردنا من بيتنا قبل هالمره مو اول مره. بيتكم ينيته، وانتوا شلون بيتكم؟ البيت بيتي انا، مأجرم الراعيه انا، مأجرم يعقوب يوسف. صح يعقوب يوسف عمنا، احنا بنات اخوه. إيه؟ وبعدين ما ندري ان اجر البيت. دريتوا ما دريتوا انا شكو، وش علي منكم؟ يلا يبا خلصوني. حجي ايش فيك انت؟ لحظه خلني اتفاهم. اولا ما ندري انت باجر البيت. إيه؟ ثانيا هذا بيت عمنا ولازم نبات ليه صفي، لان ما عندنا مكان ثاني نروح له. ايش فيك انت ما تفهم؟ شوي لا صارخين عليك. يا حجون يسلم عمرك، ليه صفي بس ننام الليله، انا نخاف. ولا دقيقه واحده، الاول تقولون ما دريته والحين دريته، والبيت بيت. واللي يخليك يلا بيت عمنا. يلا شوف روحي بيت عمنا. هالليلة القشرة اللي بي معدي على خير، منو بعد؟ دخلت انت يا حسن، شلون اقدر ادخل؟ بعدين شو طلعتي انت من دار المسنين؟ ومن على مسؤوليته طالعه؟ مليت من القعده هناك. شلون؟ انحشت. اوخ. ولما رحت بيتنا ايه؟ قالوا لي انك بعته، وعيال الحلال دلوني على مكانك. جيت. وش حقها هيتني؟ ايش حقها هيتني؟ ما عندك بنت انت، شلون رحتي عند بنتك نمتي عندها الليله؟ وانت عايشه موجود؟ هي معلوم اني ارضه، عي الارضه انك تجيني هني بيتي بليله عرسي. يلا يبا روحي حق بنتك خلصيني. انا عرفت انك تزوجت، صدقني انا ما زعلت، وقلت ضروري اي ابارك. انا مرتك وعشت معاك اكثر من 30 سنه. إيه؟ لازم افرح واستانس لما اشوفك مستانس. الحين يبا خلصينا وروحي حق بنتك. طلعي روحي. تكفى ابو خالد، احب يدك. ايش حقك تحبيني؟ ايش حقك؟ خليني قاعده معاك. لا يبا روحي حق بنتك، ردي دار المسنين، روحي اجري لك غرفه فندق اي مكان. تكفى. روحي تكفى. يا الله. ها؟ تكفى ابو خالد، خليني قاعده معاك. شلون اخليك قاعده معاك؟ اوعدك اني ما تحجى ولا بجحل جيب كلمه، بتم ساكته واعيش ساكته واموت ساكته، بس خليني يمك ابو خالد. يا نيتي انت، شلون اخليك عندي؟ شلون اخليك عندي؟ لعن ابو دارك انا معي، ايش اخليك؟ روحي فكينا فارق لك انا. لحظك اللي حلي يا طالب من ربك. انت شنو جليل الحياه جليل النطق، وانت ايش عليه متزوجته؟ على جماله ولا رشاقته ولا شبابه؟ يعلكم المقص الكلى واللي ان شاء الله يستمر معاكم ستين ونص. وتاليت يا معاكم انت، طلعوا اطلعوا تروحوا. يلا شوف طلعوا.